كده. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنعمل الطرب اللي احنا قلنا عليه ده. انا كنت شويت البتنجان، شويت الكوسه، شويت الفلفل، وعندنا الجبنه الشيدر. طيب اي نوع جبنه ينفع؟ ده ممكن اي حاجه بتسيح، بس أي بتبقى ماسكه نفسها. على موتزاريلا؟ لا، الموتزاريلا بتبقى فيها ميه شويه، فيها ميه شويه وهتبهدل الدنيا شويه. أوكي. بس ممكن برضو تحط الموتزاريلا. اوكي. الطرب بنحاول هو هنا الطرب اللي حتى هو كان برضو مهم جدا كنا نعرف منه جبنه الشيدر، لان جبنه الشيدر ممكن اجيبها سلايز او اجيبها شرايح او اجيبها مبشوره. بالظبط، هو عايزها قطع ماسكه نفسها عشان لما تتحط عشان ما تخش الفرن. بالظبط، تبقى ماسكه نفسها شويه. تمام، هنعمل الطرب. انت هو دلوقتي بيفصل الطرب. بالظبط كده، علشان بيكون في قطع في النص، علشان ما فيش حاجه. على فكره الطرب على فكره قد ما هو رقيق بيبقى فيه قطعه تخينه شويه. بالظبط، بتدي تيست حلو قوي من ريحه الضاني. هو ده اللي انا عايزه، الطعم اللي هو اللي انا عايزه من اللحمه الضاني. سؤال، ده من اي مطبخ؟ ده من المطبخ هنعرف اللبناني تقريبا. ده يعني لا، فكره الضاني مع المشويات والحاجات دي مطبخ ايطالي ولا اصل الطرب احنا متعودين عليه في مصر؟ والله ده مطبخ شرقي. الطرب ده طرب شرقي بره، بس المنطقه الثانيه كلها مش شرقي. لا خالص، فانت فكره المطبخ احنا زي ما قلنا انا بحاول اجمع الاثنين. بتعمل انت بالظبط. تمام، فطبعا انا اصريت اسال السؤال الخبيث ده لان هو الراجل يعني كل الاطباق اللي انا شفتها من شغله بصراحه كلها بتدل على مطبخ فرنساوي، مطبخ ايطالي، حاجه يعني فوق الوصف. كمان بنحاول اللي هم بيحبوا اكلنا قوي يعني. هم بره بيموتوا في اكلنا اللي هم التوابل وبتاع. ولعلمك هم عندهم بره فكره عندنا هنا ان احنا مطبخنا حراق، عشان فاهمين ان احنا هند وخليج واحد وكلنا حاجه واحده. بالظبط بالظبط، احنا ما عندناش الحراق، احنا خلص التوابل بتاعتنا قويه. بس اقول لك على حاجه، الميديترينيان كلهم او البحر الابيض المتوسط شبه بعض. بالظبط، يعني ابيض البحر الابيض كلنا هتلاقي ايه، مصر لغايه ما تروح لغايه المغرب، وبعد كده تلف كده اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، اليونان، تركيا، وسوريا ولبنان، هتلاقينا نفس البالته. بالظبط كده. طبعا هنا البتنجان انت مش متبل البتنجان خالص. انا متبله من قبل ما اشويه. بتنجان، ملح وفلفل بس. تمام. كده، وشويه زيت زيتون علشان ياخد العلامه بتاعه هو علمه يعني زي علامه، يعني البصمه اللي هي بتتاخد على اللي هي دي اللي هي كل اللي هو. تمام، الكوسه علشان ياخد برضو طعم كوسه وبتنجان كوسة. وعايزه هو عملها بطريقه طبعا ما حدش يفكر ان يروح يقليها، لان هو عملها على الجريل عشان ما تاخدش زيت كتير، فتبقى صحيه اكتر. بالظبط، الدهون اللي هتبقى موجوده في الطرب. بالظبط، فلفل الوان. ممكن بقى ده احنا نلعب بالالوان زي ما احنا عايزين يا سيدي، هتفرق كتير قوي في التقطيع في الاخر. وبعدين بنرص الجبنه الشيدر. انت ممكن تبص لي على البطاطس بقى زي ما وريك برضو. زي ما وريني الكاميرا معايا، معلش ارجوكم، عشان زي ما وريني زي ما وريتك بقى. زقه واحده وقعت اهي. لا دي لسه، دي لسه شويه بس استنى. بصوا دي اي وقت، بس احنا قلنا مش عايزينها تستوي قوي. دي لسه، لا خلاص، هي فاضل لها دقيقه بس ولا حاجه. وللعلم اللي انا فكرت فيه اللي احنا بنعمله صغيره كمان، اللي انا فكرت فيه واحده 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 واحده. استنى عليا، نرجع معلش يا جماعه، الكاميرا هنا، نرجع تاني نشوف تاني واحده. رول، اعمل رول اللي انت عايزه. اللف خالص بالراحه كده، احنا دي خلاص مش عايزينها، دي مش عايزينها. اوكي خلاص، البتنجان، الكوسه، يلا نرول بتنجان، الكوسة، ونلفها لفة خفيفة قوي. أيوة، محتاج فويل؟ يا ريت. هو التتبيلة كلها محطوط فيها طبعا، البتنجان والكوسة قبل الشوي محطوط فيهم ملح وفي جبنة شيدر. بالظبط، ادي لفينا الرول ده. على فكرة ده احنا ممكن نعمل لو حد فاضي بالليل مثلا، لو اي ناس كتير فاضية بالليل. ممكن نعمل ده حوالي 10 واحنا قاعدين، فممكن تحط في الفريزر واول قبل ما ننزل الشغل الصبح. انت تعمل ده كميه بتاعتك وتخليها وتطلع. بالظبط، ممكن تتحط وممكن نستخدمها نطلع الناس مشغوله، اي حد رايح الشغل بيطلعها الصبح، ودي خلاص دي مستويه. أوكي. دي مستويه، دي هتخش بقى هنعملها فين، على الطاسه؟ لا دي هندخلها الفرن. الفرن. اوكي، نحط شويه زيت بس عشان ما تلزقش. تمام، ونلفها لفه خفيفه اهي. طب هسألك سؤال فني اهو، لو لفيتها بالنايلون وسلقتها؟ سلقتها لا، تيست مختلف طبعا. اوكي ماشي، انت عايز تفضل اللي هي ما يخشش فيها اي ميه، تفضل من الشوي. انا بسأل عشان لو حد عملها ما يتورطش، لان يعني في ناس كتير بتحب تفتي اهي يعني. ايه؟ تمام،
فراخ اخبار ايه؟ الفراخ لسه شويه لسه.